الفيلم 120 لسه المدير الرخم رخم، والزوجة النكدية نكدية، والزوج الخاين خاين. شكرا يا يوسف يا شريف، شكرا شكرا على اللي احنا فيه وصلنا له ده. شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. الحلقة التانية من مسلسل النهاية مفيش فيها تطورات جديدة عن الحلقة الأولانية، لكن الحلقة التانية نقدر نتكلم إن فيها بعض اللقطات وبعض المشاهد وبعض التوثيقات لبعض الأحداث اللي إحنا ممكن نكون بتكملة للحلقة الأولانية. يعني إحنا في الحلقة التانية هنلاقي فيه تطور شوية كمان في موضوع الجرافيك، في تسليط الضوء أكتر على الجرافيك بشكل أو بآخر. عندنا كمان في تسليط الضوء على فكرة تنفيذ القوانين المتبعة في السنة 2120. عندنا كمان ظهور شخصيتين عليهم علامات استفهام كبيرة جدا. الشخصية الأولانية وهي الشخصية اللي ظهرت في أول المسلسل في أول الحلقة الثانية اللي كانت متخفية وبعدين تم إلقاء القبض عليها. هل الشخصية دي هيكون ليها دور في مجريات الأحداث بتاعت المسلسل ولا لا؟ ما نعرفش، لكن هي ظهرت وتم إلقاء القبض عليها، لكن مين الشخص ده ما نعرفش. الشخصية الثانية هي الشخصية اللي هم خطفوا، أو الشخصيات بقى اللي خطفوا يوسف الشريف لما كان قدام الملجأ. مين الشخصيات ديت او مين الناس دول ومين وراهم برضو ما نعرفش. هل هم مرتبطين بصباح او سهر الصايغ؟ ما نعرفش. هل مرتبطين بالاستاذ زيزو؟ ما نعرفش، اللي هو عمرو عبد الجليل. ما نعرفش. الحلقه الثانيه بدات توضح لنا بعض الخطوط اللي هنبدا تكمل معانا في الحلقات اللي جايه. يمكن اولها هو ان صباح والريس عزيز الاتنين خلاص اتفقوا ان هم هيشتغلوا مع بعض ويكملوا الروبوت، وهيبدأوا يكملوا بقية المعدات أو التكوينات بتاعته اللي مش عارفين إزاي هتمشي، وهيدوروا على طبعا الجزء الأساسي اللي هو يعتبر القلب النابض للروبوت ده. وأعتقد إن القلب النابض ده هو اللي هيكون الجهاز اللي اخترعه يوسف الشريف، أو الكبسولة اللي هي بتكمل، أو المكعب، مكعب الطاقة اللي هو بيقدر يشحن نفسه بشكل مستمر من خلال الطاقة الشمسية، بعيدا عن مكعب الطاقة التقليدي اللي عاملاه انرجي كو. الحلقة التانية برضو ادتنا زي ترسيخ للقوانين وفكرة سيطرة انرجي كو على الشعب اللي عايش، اللي نجي من الحرب النووية اللي حصلت واللي انتهت ان ما بقاش فيه طاقة بشكل كبير جدا الناس تقدر تتعايش معاها، وان الموارد الغذائية قليلة وضعيفة. وده يمكن شفناه لما شفنا عم ضياء اللي ظهر بشعر غريب جدا وعجيب، انا كنت بضحك جدا على الموضوع ده، لكن ان هو كان عاوز ياكل الاكل بتاع يوسف الشريف. فده فكرة قلة الموارد الغذائية وان الناس فعلا مش لاقية تاكل ومش لاقية الطاقة اللي تعيش بيها. انرجي كوم سيطرة على كل الكلام ده وهي المتحكمة فيه، لكن فكرة السيطرة بقى وفكرة إفراد القوانين وقتل الناس لمجرد ان هما بيتعلموا، ده واضح بشكل كبير جدا في الحلقة التانية. فكرة ان انت بتتعلم وانك بتعرف تقرأ وتكتب، انك بتعرف تقرأ اسمك بس، ده يعتبر جريمة في العصر 2120. طبعا دي مرحلة يمكن ما نتمناش في العموم يعني ان احنا نوصلها في الحياة، لكن ده موجود في مسلسل يوسف الشريف، مسلسل النهاية. الحلقة التانية بشكل عام ما فيش فيها تفاصيل كتيرة قوي. يمكن احنا زي ما قلنا في بداية الحلقة احنا بنتكلم على ثلاث حاجات او اربع اتجاهات. احنا بنتكلم على فكرة الشخصين او الشخص اللي ظهر في اول الحلقة والمجموعة اللي خطفوا يوسف الشريف، دول بالنسبة لنا عليهم علامات استفهام الحلقات اللي جاية هتوضحها. الحاجة التانية هو موافقة صباح او موافقة بقى الرئيس عزيز ان هو يشتغل مع صباح اللي هي سهر الصايغ، ان هم يعملوا الروبوت الشبيه ليوسف الشريف او شبيه لزين زي ما اسمه في المسلسل. الحاجة التانية او الحاجة التالتة هو فكرة افراض القوانين بالقوة اللي عملها انرجي كو، وازاي ان ازاي الشخص اللي بيتعلم ده دي جريمة. الحاجة الرابعة بقى، ودي اللي ممكن نخش في النطاق التمثيلي شوية، احنا شفنا سهر الصايغ بأداء تمثيلي عالي جدا لما كانت بتتكلم مع الرئيس عزيز عمرو عبد الجليل، وازاي ان هي كانت ما بين مشاعر الجنون ومشاعر الحب ومشاعر الدمار والتحطم، ان فكرة ان اهلها ماتوا، ان كل الناس اللي حواليها بعدوا عنها، حتى الشخص اللي كانت حبته حتى لو هو ما كانش بيحبها برضو مش موجود في حياتها، فهي عايشة على الهامش. هي بتقول انا عايشة على الهامش. ففكرة كل التكون النفسي ده لصباح
كل ده اعتقد انه ممكن يكون ليه تأثير سلبي على مجريات الاحداث اللي جاية، لان هي الدافع اللي هي ماشية بيه دافع شرير شوية، اداء شرير شوية، في جنون في الموضوع، واعتقد ان الجنون ده هينعكس على الروبوت اللي هيتعمل واللي هيسيطر على الاحداث اللي جاية كلها. طب يوسف الشريف نفسه بقى هيحصل له ايه بعد كده؟ ده ما نعرفش، الاحداث اللي جايه هي اللي هتوضح لنا كل الكلام ده. لو حبينا نتكلم عن الحلقه الثانيه هنقدر نقول ان هي مرحله انتقاليه ما بين الحلقه الاولى والحلقه الثالثه والرابعه، وده معناه ان الثالثه والرابعه مرتبطين ببعض ارتباط وثيق، وده يمكن هتوضح لنا الحلقات اللي جايه او بقيه المسلسل. ده اعتقاد مني، لان اللي احنا شفناه في الحلقه الثانيه لا ينذر بان هيبقى فيه تطورات كبيره جدا في الحلقه الثالثه والرابعه، هيبقى التطور مرتبط ببعضه. تطور ممكن نتكلم ان هو هيكون يوسف الشريف هيبقى مين هم الجماعه اللي خطفته، مين الشخص اللي تم القاء القبض عليه في الحلقه الثانيه، في اول الحلقه الثانيه، ده يمكن هيوضح في الحلقه الثالثه والرابعه. ده مش معلومات مؤكدة، لكن ده توقع مني نظرا لسير الأحداث. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ لان احنا زي ما احنا اتفرجنا على الحلقة الاولى وعملنا عليها المراجعة بتاعتها، واللي ما شافش المراجعة يقدر يشوفها من هنا. المراجعة اتكلمنا فيها بشكل سريع جدا على ان هي كانت نقلة او بتعرفنا بالبيئة اللي احنا عايشين فيها، بيئة 2120، وهي الاحداث اللي موجودة. مش هنتكلم كتير في النقطة ديت، واللي عاوز يعرف تفاصيل اكتر يقدر يتفرج على مراجعة الحلقة الاولى. لكن الحلقة التانية زي ما قلت هي مرحلة انتقالية للحلقة التالتة والرابعة، وما كانش فيها تفاصيل كتير جدا، هي مجرد بس بتقول لنا في شخصيات، الشخصيات دول هيكون ليهم دور في الحلقات اللي جاية، الدور بتاعهم هيبقى عامل ازاي ما نعرفش. لو حبينا نقيم الحلقه الثانيه هندي لها 6/10، وده تقييم اقل من الحلقه الاولى اللي واخده 7.5/10، لان الاحداث بتاعتها مش كتيره والتفاصيل بتاعتها مش كتيره زي ما شفنا في شرح الحلقه الثانيه في خلال الفيديو. وبكده تكون انتهت حلقه النهارده ومراجعه الحلقه الثانيه من مسلسل النهايه. اشوفكم على خير ان شاء الله في مراجعه الحلقه الثالثه والرابعه اللي هيكون فيهم توضيح وتفاصيل اكتر للاحداث اللي حصلت في الحلقه الاولى والحلقه الثانيه. واشوفكم على خير، وكان معاكم مصطفى مازن والفيلم تي في، واشوفكم على خير ومع السلامه.